بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مرعب يحييكم من netheim.com. ان شاء الله احنا هنبدا سلسله تعليم ويندوز او ويندوز 7. السلسله دي هتبقى موجهه للناس اللي هم مبتدئين جدا في الويندوز او اللي هم لسه يعني بيبداوا يتعلموا الويندوز او الناس اللي ما عندهاش معلومات عن الويندوز. انما برضو الناس اللي هم يعرفوا الويندوز او يعرفوه كويس جدا هيلاقوا فيه معلومات كتير جدا في الدروس ديت وهيستفيدوا منها. احنا هنقسم الدروس ديت لدروس صغيره بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا بحيث ان اللي يتفرج على الدروس ديت يقدر يمشي معاها واحده واحده ويقدر يفهم بالظبط الويندوز. احنا يعني هنمشي بطريقه بسيطه وسهله وهنحاول بقدر الامكان نبسط المعلومه بحيث انها تدخل الدماغ على طول. طبعا الدروس هتبقى على حلقات كتيره جدا، انما حلقه النهارده هتبقى نبداها بس مدخل لسطح المكتب. طبعا انت لما بتفتح الكمبيوتر اول ما تفتح الكمبيوتر او بتخش على الويندوز بتعمل لوجن بتخش على الويندوز بتشوف الشاشه اللي هي ظاهره قدامنا دي. الشاشه اللي هي ظاهره قدامنا دي اسمها سطح المكتب او ديسك توب. اللي انت عندك ويندوز بالعربي بيقول على سطح المكتب او اسمها ديسك توب. علشان تفهم بالظبط يعني ايه الديسك توب او يعني ايه سطح المكتب، تخيل ان انت عندك مكتب وفي دراج، يعني مكتب اللي هو بتذاكر عليه وفي دراج. المكتب ده من فوق ممكن تحط مثلا براد شاي، ممكن تحط كوبايه، ممكن تحط طبق، ممكن تحط فنجان قهوه، ممكن تحط ازازه ميه، ممكن تحط اي حاجه. والدراج ديت بتحط فيها الملفات اللي انت يعني الكتاب مثلا او الكراسه او الدفتر والحاجات دي. فعلشان